السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في هذا المقطع. والله الدنيا حما داخل السيارة، شغل المكيف مع انه شوي الجو لطيف برا. يعني نبدأ المقطع هذا ونقول لك الله يا عدن. اي والله لك الله يا عدن. الدولار قدوب 1500 1400 1300، والله ما اعرف كيف طلع، ما ليش داري كيف الدرجة هذه، رغم انه في صنعة 525 قبل شوية اتصال، صرت لواحد صراف قلت له كم في صنعاء كم في عدن، 525 ريال في صنعاء، وفي عدن 1000 فوق، قال 1350 اجتمعوا امس، قال العامل الصراف قال اجتمعوا امس اصحاب البنك مش عارف ايش، قالوا نقصوا له 1350 بعد ما كان 1500 1600 وصل. ليش؟ قال ما فيش نعم دولار، البنك المركزي ما فيهوش دولار. الله ما داري لفين بنروح والله. والكهرباء، الكهرباء فضيحة، الكهرباء كمان عادي في فضيحة، راحوا مش عارف ايش جابوا، مش عارف ايش تشتغل مولات كهربائية، تشتغل على ديزل على بترول على ايش ما انا عارف صراحة، لكن واضح انه على بال ما يعني سمعت انه البترول اللي تعبى فيه او الديزل اللي تعبى فيه كان ماش بالطريقة الصحيحة، كان فاسد، كان خربط، كان نفتة، كان والله ما داري كيف. لفين رايحين جماعة؟ الناس من 7 ساعات 8 ساعات الكهرباء طافية، الناس بالصيف هذا بالحما هذا، تقول الله يا مسؤولين عاد في عندكم عقل، عاد في عندكم رحمة مع الناس دول ولا اخرجوا اخرجوا للناس قولوا يا جماعة انتوا ما تسوش عندنا ريال، قولوا اخرجوا للناس قولوا ما تسوش انتوا ما يعني ما تسوش جزمة حقنا، اخرجوا قولوا للناس كذا، ما باغيش الا كذا تقولوا يعني خلاص الموضوع يعني ما بغيش الا هذا الكلام. تقول الله الناس خرجت، يعني في اخبار انه الناس خرجوا الشباب حرقوا تراير، يعني والله يا جماعه اذا في مسؤول زي الناس يخرج يقول يا جماعه اوقف مع الناس عشان الناس تحبك يعني، ويقولوا انه صار لك موقف يعني حد يحترمك فيه، لانه اللي حاصل ده مش طبيعي والله. الناس كرهته بام الناس حياته، لا متى بتوصلوا ولا متى بتواصلوا بالطريقه هذا انا مانيش عارف. محافظ أملس أول ما بدأ احترمناه وحبيناه، بدأ يزور الأسواق يعني يمر على الشوارع يخطط المدينة، يبعد العشوائيات، منع تهريب الأسماك ما أسماك إلى خارج عدن وبيعها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك، منع الموضوع هذا، ويعني قلنا هذه حاجة كويسة، لكن بعدين ولا سمعنا ولا حس ولا خبر. يا محافظ أنت قبل فترة طلعت وقلت أنا بستقيل إذا ما صلحت كذا كذا في هذه الفترة، مكانك محافظ والامور صارت أسوأ، ليش ما استقلت؟ ليش ما يعني قمت طلعت واعلنت موقف؟ كنا بنحترمك اكثر واكثر، لكن صمتك هذا في بؤنا والله. نحمل الموضوع هذا، شوف انا ما مش مع الشرعيه ولا مع الانتقالي او الحوثي والامور هذه كلهم، انا صراحه لا اعترف فيهم صراحه، لكن لازم نقول الحق انه الانتقالي هو اللي ماسك الامور في عدن، ونوجه السؤال له يا انتقالي ايش اللي حاصل؟ هل مطلوب منك انك تعمل حاجات هذه في عدن؟ ما ترمي اللوم على الشرعيه، الشرعيه ما هلش في الجنوب كامل، اقول لك والناس عارفين الموضوع خاصه بعدن. اللي ماسك الامور في عدن هو الانتقالي، يا انتقالي ايش قاسي تسوي هنا بعدن؟ ايش اللي قاسي يحصل؟ يعني مش معقول انتم ابنائكم وعوائلكم عايشين في دول تعرفين فين؟ والناس حالتهم ما حاله. يعني لما يطلع عسكري شاب يستلم راتب 1000 ريال 1000 درهم وفوق، والمواطن المطحون المتقاعد راتبه 20 30 ألف ريال، ايش بسوي له؟ ايش بسوي له المبلغ هذا؟ انا لما جيت احاول احسب المبلغ ذا بالجنيه راسي يختبط، ايش بسوي له ذي الفلوس؟ 30 ألف يا راجل، ولا حتى 100 ألف ولا 200 ألف، ايش بتجيب له؟ يعني شفتوا الاسعار؟ احد من المسؤولين نزل شاف الاسعار؟ هل من المسؤولين تنكر ونزل شاف الاسعار؟ هل من المسؤولين وصى عياله يشوفوا الاسعار بالاسواق، يجيبوا له يشيل معه ورقه وقلم يمر ويسال ويبايع ويسجل ورجع له عنده يا باشا شفت الاسعار كذا كذا؟ حد منكم سوى الحاجات دي ولا بس عايشين كذا على سبهلل ومشي البلاد سبهلل؟ البلاد رايحة ضايعة،
شوف الخليج كيف قاعد يتطور الان، يعني كانوا سباق بينهم، سباق يحاول كل واحد البان وصل لمرحله انه خلاص لا عاد ميناء عدن ينفع، لا عاد حياتنا وجودنا في المنطقه ذيك ينفع، لا عاد موقعنا الاستراتيجي ينفع، ما بيكونش لنا اي يعني هدف في الحياه، ما بيكونش لنا اي اهميه في المنطقه. فيا جماعه اتقوا الله في الناس اللي موجودين، والناس يعني حالتهم حاله، والله تعبوا، والله تعبوا. نحن بس نحن عايشين في بريطانيا وعايشين في امريكا وعايشين في اوروبا عفوا، يعني تعبنا بس لما نسمع الحاجات هذه، ما بالك بالشخص اللي عايشه. والله العظيم ان احنا تبعنا، يعني تبعنا تعبنا ابيت الكردف، والله تعبنا من بس السماع بس ومشاهده المقاطع. يعني ايش في يعني خلاص الناس في العالم كله بطلوا يدوروا كهرباء لانه الكهرباء موجوده، بطلوا يدوروا تعليم لانه التعليم متوفر، بطلوا يدوروا صحه وطب لانه صار متوفر الشيء هذا. طب يعني اساسيات الحياه الكهرباء بطلوا، والغاز والبترول بطلوا يسألوا على الامور هذه الا يعني الا اوقات كذا تحصل زي ما حصل معانا بشحات البترول الفتره الاخيره ايام الكورونا، ما كورونا الامور هذه بعد كورونا. لكن كم من يوم رجعت الامور طبيعيه ولا كانه حصل حاجه، نحن مكاننا نرفس نطحن، البلاد تنطحن والمواطن ينطحن والمسؤول عايش في نعيم ولا كانه حاصل اي حاجه، والله العظيم ولا كانه حاسس. شغال له برا تجاره اموره طيبه، بدلات سفرات مطاعم سيارات، اولاده في احسن الجامعات احسن البيوت احسن شقق في اغلى الاماكن في لندن وفي امريكا وفي اوروبا، عايشين في اغلى الاماكن بيوت بالملايين وعايشين ولا كانه يعني ما حصل معهم حاجه. في رب فوق يا جماعه، والله بتتحاسبوا حساب، يا الله الحساب اللي بتحاسبوا فيه، اقسم لكم بالله انا ما انا عارف يعني كيف ناسين الموضوع ذا المسؤولين. يعني انتوا ناسي انه في موضوع فيه حساب، انه بيجيهم بتحاسبوا فيه اذا مش في الدنيا بالاخره. والله العظيم انه شيء انا لما كذا افكر بالموضوع اقول الله كيف بيتحاسبوا، ايش بيحسب فيهم، والله العظيم ايش بيستوي فيه بهم. اتحدى اي مسؤول بس يخرج بدون حراسه بالشارع بعدين والناس تعرفه ايش بيصلحوا فيه بالناس، يسمع بس الناس يقولوا ايش فيه يعني. او واحد يا جماعه يا شباب يا يوتيوبر في عدن اخرجوا بس اسالوا الناس، كلموا الناس اسالوهم، يعني اشتغلوا قليل، مش داعي المسابقات التافهه والامور الهبله، يعني انزلوا للناس وتكلموا عن واقعكم ايش اللي حاصل، استفسروا، دقوا بباب المسؤولين اسالوهم يا جماعه ايش اللي حاصل. اذا ما تغشتروا على المسؤول انزلوا الشارع عندنا المواطن، ايش يا مواطن، ايش ناقصك، ايش اشتيت يا مواطن، ايش اللي حاصل معك، فين تشتغل، كم راتبك، كيف الكهرباء، كيف تشوف الكهرباء، كيف تشوف المواد الغذائيه، كيف تشوف البيت اللي عايشه فيه، كيف اموره، اولادك في مدارس يحصلوا اكل، معاهم اقلام ودفاتر، معاهم ثياب مدرسه، معاهم شنط مدرسه. اتكلموا عن هموم المواطن لانه الاعلام ما بيتكلمش على المواضيع هذه، على القناه الاعلام الرسمي والقنوات الخاصه دي ما بيتكلموش. فاخرجوا يا جماعه يعني واسالوا الناس في الشارع، قول لهم ايش في، كيف تشوف البلاد، الامور احسن من اول يعني ولا كيف؟ بتخلوا الناس يترحموا على عفاش، واحنا ما نشتيش، والله ما نشتيش نترحم عليه، احنا الان قاعدين نقول هو ساس البلاء اللي احنا فيه الان. لكن ايش عذر المسؤولين؟ ايش عذرهم الان؟ ما عندهمش عذر. والله حلقه عصير ما تقولش حاجة ثانية، في بعض الناس امراض. والله خلاص يعني تعبنا من شاهد المقاطع، والله العظيم رجاء يا جماعة انشروا المقطع ذا، رسالة ارجوكم يعني ارسلوا المقطع هذا، يمكن يوصل لعند مسؤول، يمكن او شاب يوتيوب او حاجة يروح يسأل الناس يشوف ايش
تمام، مش موضوع مشاهدات او موضوع فلوس، انا لا قناتي ولا الفيسبوك حقي حصل منه فلوس الحمد لله، عشان ما يقولوش ها عشان لايكات حصل منه فلوس ولا امور مش عارف ايش، ما فيش الكلام معي. شكرا جزيلا وتحياتي.